بكم مشاهدينا ونافذتنا اليومية لمتابعة التطورات في السودان، حيث تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غربي البلاد. وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن الجيش قصف بالمسيرات مواقع للدعم السريع بمنطقة السوق الغربي أو السوق العربي في مركز العاصمة وأحياء جبرة وصحافة جنوبي الخرطوم، وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان. ذكرت مصادر محلية للجزيرة مباشر أن هدوءا حذرا ساد المدينة منذ صباح اليوم، وذلك عقب اشتباكات عنيفة شهدتها الفاشر الليلة الماضية بين الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه من جهة والدعم السريع من جهة أخرى، في المحور الجنوبي الشرقي من عاصمة ولاية شمال دارفور. في الأثناء أفادت مصادر محلية باستهداف مقاتلة حربية تابعة للجيش فجر اليوم مواقع للدعم السريع بمدينة نيالا جنوبي الإقليم ومدينة الجنينة غربية دارفور، في حين سمعت أصوات المضادات الأرضية التابعة للدعم بالتزامن مع الغارتين بالمدينتين. أيضا أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله في بيان أعلن مقتل أكثر من 100 من منسوبي قوات الدعم السريع في عمليات نوعية بالعاصمة الخرطوم أمس. وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن القوات المسلحة نفذت عددا من العمليات العسكرية كانت حصيلتها 100 قتيل من منسوبي الدعم السريع وجرح العشرات وتدمير مركبات قتالية. من ناحية أخرى، قالت قوات الدعم السريع في بيان إن الطيران الحربي التابع للجيش نفذ فجر اليوم غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، ودمر عدد من المرافق الخدمية بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان. وأفادت قوات الدعم السريع بسقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين في حي النسيم بمدينة الجنينة جراء القصف، بالإضافة لدمار كبير طال عدد من المباني السكنية. كما وأشارت قوات الدعم السريع أيضا إلى أن الطيران الحربي التابع للجيش دمر مستشفى النساء والتوليد بمدينة نيالا، إلى جانب قصف مستودع الغاز الرئيسي ومقر شرطة الجمارك في استهداف صريح للبنى التحتية والمرافق الخدمية وفقا للبيان. نشرت منسقية النازحين بدارفور صورا قالت إنها تظهر استمرار نزوح المواطنين من مدينة الفاشر إلى مناطق جبل مرة وطويلة التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، في ظل نقص الغذاء والدواء والمواد الغذائية ومياه الشرب. مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الإنترنت من شرق دارفور الصحفي أحمد عيسى. أحمد، ضعنا في صورة تطورات الأوضاع لديك تلك الاتهامات المتبادلة، وخاصة فيما يتعلق بقصف تلك المستشفى في مدينة نيالا. نعم، مرحبا، مساء الخير حياة. لنبدأ بالتطورات الميدانية، حيث شنت مقاتلات الجيش السوداني غارات جوية صباح اليوم طالت عدد من المواقع في مدينة نيالا، وتركزت هذه الغارات في الجهة الشمالية لمدينة نيالا، وكذلك طالت الغارات الجوية عدد من المرافق الخدمية بمدينة نيالا. وحسب ما قالت قوات الدعم السريع في بيان لها أن هذه الغارة استهدفت المستشفى الذي هو غيد الإنشاء، وهو المستشفى الحكومي، وكذلك مستشفى النساء والتوليد في مدينة نيالا دون وقوع أي خسائر في الأرواح للمدنيين. كذلك هناك غارة جوية استهدفت بعض المواقع في شمال وشمال شرق مدينة نيالا، بينما الغارات الجوية التي طالت مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور استهدفت حيا. بحسب شهود عيان تحدثوا لي الجزيرة مباشر أن هذا الحي، هذه الغارة خلفت
قتيلا واحدا وستة جرحى من المدنيين بحسب شهود عيان تحدثوا إلينا من مدينة الجنينة. هذه الغارة هي الثانية منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على مدينة الجنينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وكذلك مدينة نيالة التي شهدت عشرات الغارات جراء منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خصوصا وأن مدينة نيالة هي مركزية إقليم دارفور. في الجانب الآخر مدينة الفاشر في هذه اللحظات وعموم اليوم شهدت هدوءا حذرا جدا بعد مواجهات عنيفة شهدتها المدينة في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي بين الجيش السوداني وقوات الحركات المسلحة المساندة له وقوات الدعم السريع من جهة، كذلك هناك تدويم مدفع دائم في مدينة الفاشر باعتبارها النقطة الأسخن هنا في إقليم دارفور. إنسانيا تتصاعد الأوضاع وتتعالى أصوات النازحين يوما بعد يوم في مخيمات النزوح وكذلك في مراكز الإيواء المختلفة في مناطق دارفور المختلفة. وبحسب الناطق الرسمي لمنسقية النازحين في إقليم دارفور قال إن أكثر من 50,000 في فرد وصلوا إلى مدينة طويلة وكذلك مناطق جبل مرة الواقع تحت سيطرة قوات عبد الواحد محمد النور أي رئيس حركة جيش تحرير السودان، وهم بحاجة ماسة إلى الغذاء وكذلك إلى الدواء مع انعدام طبعا المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الإقليمية التي أيضا في وقت سابق قالت عدد من الجهات أن هناك استخدام للغذاء سلاح بين الطرفين المتقاتلين خصوصا في إقليم دارفور الذي يعاني منذ العام 2003 مع دخول فصل الخريف هنا في إقليم دارفور. تحديدا هطول الأمطار تتقطع الطرق بين المدن المختلفة لإقليم دارفور ويصعب التواصل بين المدن المختلفة، وذلك يصعب أو يساعد في أو بالمعنى الأصح يصعب مهمة وصول السلع الضرورية لحياة المواطنين عبر القوافل التجارية التي تأتي من جنوب السودان أو حتى من المناطق الحدودية مع دولة تشاد أو حتى دولة ليبيا. هنا اليوم المعاناة الإنسانية تزداد يوما بعد يوم في إقليم دارفور مع ازدياد معاناة الأهالي وكذلك مع الاشتباكات التي تدور يوما بعد يوم في مدينة الفاشر التي حتى هذه اللحظة يسيطر فيها الجيش على حاميته العسكرية ومناطق واسعة داخل مدينة الفاشر، بينما قوات الدعم السريع تتواجد في الجزء الشرقي والشمالي لمدينة الفاشر وهناك دائما يكون تدوين مدفعي بين الطرفين. كذلك هناك في مدينة نيالة حالة من الخوف والهلع عمت ربوع المدينة بعد هذه الغارات الجوية، خصوصا وأن السلاح الجو التابع للجيش السوداني لم ينفذ غارات منذ شهر رمضان الماضي، إلا أن هذه الغارات ليلة أمس ربما تربك حسابات المدنيين حياة. طيب أحمد، تلك الأخبار التي جاءت في بيان المتحدث باسم الجيش العقيد نبيل عبد الله والعميد نبيل عبد الله والتي تحدث فيها عن سقوط 100 من منتسبي الدعم السريع قتلى، ما هي طبيعة تلك الأخبار وما الذي نعرفه عنها؟ هذه الأخبار طالعناها صباح اليوم وكذلك يوم أمس في عدد من محاور القتال خصوصا في العاصمة الخرطوم، حيث تشتد هناك المعارك رغم انقطاع الاتصالات وصعوبة الحصول على المعلومة، إلا أن المصادر الرسمية للجيش السوداني وباسم الناطق الرسمي أكد أن هناك عدد من الضحايا وكذلك عدد من القتلى المنسوبين لقوات الدعم السريع. كذلك هناك استولت قوات الجيش السوداني على عدد كبير من المركبات القتالية للدعم السريع، ذلك يؤكد أن هناك معارك محتدمة في العاصمة الخرطوم خصوصا الجزء الشمالي من العاصمة وهو مدينة بحري التي تسيطر على أجزاء كبيرة جدا منها قوات الدعم السريع، بينما الجيش السوداني كذلك يحتفظ بعدد من المواقع هناك مثل سلاح الإشارة وكذلك معسكر حطاب شمالي العاصمة الخرطوم. وبكل تأكيد قوات الدعم السريع تهاجم هذه المواقع، ولكن الجيش السوداني كما معلوم للجميع يصد هذه الهجمات، وهناك حالة من الكر والفر بين القوتين التي تتواجد في العاصمة الخرطوم، بينما يسيطر الجيش السوداني
بصورة شبه كاملة على مناطق العاصمة أو مناطق مدينة أم درمان الواقعة غربي العاصمة الخرطوم. أما مدينة الخرطوم فهي مدينة حتى هذه اللحظة انعدمت ربما فيها مظاهر الحياة بعد أن سيطرت عليها قوات الدعم السريع بصورة كبيرة منذ الأشهر الأولى للحرب في العاصمة الخرطوم وتحديدا مطار الخرطوم محيط قيادة الجيش الذي يحافظ عليها الجيش حتى هذه اللحظة حياة في العاصمة السودانية الخرطوم. شكرا جزيلا الصحفي أحمد عيسى، كنت معنا عبر الإنترنت من شرق دارفور، لك جزيل الشكر. قالت لجان مقاومة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان إن قوات الدعم السريع تعمدت منذ اجتياحها قرى ومدن الولاية تدمير البنى التحتية لمشاريع الجزيرة الجنيد والرهد وسكر سنار والمكاتب المتاخمة لجنوب الجزيرة. واتهمت لجان المقاومة ود مدني قوات الدعم السريع بنهب آلاف الآليات والمعدات الزراعية وترحيلها خارج الولاية وسرقة محصول المزارعين الشتوي والصيفي بالكامل، إضافة إلى سرقة أصول وممتلكات وسيارات جامعة البطنة وكل الجامعات الخاصة والأهلية بالولاية ما عدا جامعة المناقل وتدمير البنى التحتية لجامعة الجزيرة بمجمعاتها الأربعة. أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ بشأن الوضع الإنساني الصعب في السودان وانعدام الأمن الغذائي الحاد واستمرار انتهاكات القانون الدولي والأثر الفادح الذي يخلفه الصراع الحالي على المدنيين ومن بينهم النساء والأطفال. ورحب أعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي بعقد المبعوث الشخصي للأمين العام رمضان العمامرة محادثات غير مباشرة في جنيف بين الجانبين السودانيين المتقاتلين، كما ودعوا الطرفين إلى تهدئة التصعيد ووقف الأعمال القتالية وضمان حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني واستغلال فرصة المحادثات للاتفاق على خطوات لتنفيذ تلك الأهداف بشكل عاجل والعمل باتجاه الإنهاء المستدام للأزمة في السودان، مناشدين جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يثير الصراع والعمل على دعم جهود الوساطة من أجل السلام المستدام. مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الإنترنت من كمبالا الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع، وينضم إلينا كذلك عبر الإنترنت من بورت سودان اللواء عبد الهادي اللواء فتح الرحمن الخبير العسكري والاستراتيجي. أرحب بضيفي وأبدأ بك سيد الباشا طبيق. سيد طبيق، تلك الادعاءات التي أو ما يقوله لجان مقاومة ود مدني بخصوص ولاية الجزيرة وأن قوات الدعم السريع تعمدت نهب وسرقة ممتلكات المدنيين وتحديدا المحصول الزراعي الشتوي والصيفي، نحن مرة جديدة أمام اتهامات بالنهب والسرقة منسوبة للدعم السريع، كيف تتعاطون معها؟ أولا التحية لك والتحية لمشاهدي قناة الجزيرة المباشر والتحية للشعب السوداني الذي يعاني من ويلات هذه الحرب التي أشعلها الجيش وعناصر الحركة الإسلامية في 15 أبريل 2023. حقيقة الأستاذ الكريمة بالنسبة لسؤالك عن بيان يسمى بلجان المقاومة والمدني، أنا أريد أن أقول لك أن هذه اللجان هي ليست معروفة بالنسبة لنا وهي تعمل خلف الظلام وهي ليست تمثل لجان المقاومة والقوات المدنية، لكن هي عناصر تتبع للأمن الشعبي ظلت تصدر مثل هذه البيانات بعد كل فترة أخرى تتهم فيها قوات الدعم السريع. ولكن أقول لك أن ولاية الجزيرة الآن تشهد استقرار كبير وتشهد يعني وضع مطمئن للقائم، وأن السيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة قائد الفرقة السيدة اللواء كيكل يقومون بكل بعد كل فترة أخرى بزيارات راتبة إلى القرى والاطمئنان على المواطنين وأيضا الترتيب للموسم الزراعي، ويعني كل هذه الاتهامات هي اتهامات باطلة وليس لها أساس من الصحة، ولكن
إذا كانت هذه هي لجان مقاومة حقيقية، لماذا لا تتحدث عن قصف الطيران إلى المخزن الرئيسي لمشروع الجزيرة بود مدني الذي دمر كل الـ يعني الـ الـ كل الـ كل المحاصيل التي كانت مخزنة يعني فيها البذور يعني من أجل الترتيب للموسم الزراعي؟ لماذا هذه اللجان لا تتحدث عن جرائم الجيش ولا تتحدث عن اختراقات عناصر يعني كتائب البراء او ما يسمى بالعمل الخاص من ذبح للمدنيين وقتل المدنيين احياء وقبرهم؟ فانا يعني اؤكد لك تماما ان هذه هي مجرد واجهات تعمل خلفها عناصر الالف شين وعناصر الحركه الاسلاميه لالصاق التهم بقوات الدعم السريع. يعني إن كانت لجان مقاومة ود مدني غير معروفة بالنسبة لكم، فهي معروفة لوسائل الإعلام ولديها مصداقية، ولكن بعيدا عن إن كانت معروفة بالنسبة لكم أو غير معروفة، هذه ليست المرة الأولى سيد صبيق التي تلاحق قوات الدعم السريع مثل هذه الاتهامات. الأهالي يرددونها منذ بدء هذه الحرب وحتى اللحظة، وإما الأمر إما أن يكون أنكم مستمرون في نفي ما هو واقع بالفعل، أو أنكم غير قادرين على السيطرة على قواتكم على الأرض. يا أستاذ الكريم، أنا أؤكد لك تماما أن هذه البيانات لا تصدر من رجال المقاومة، بل تصدر من أجهزة الألف شين والعناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. وأنا أقول لك تماما أن الوضع في الجزيرة الآن تحت سيطرة قوات الدعم السريع تماما، عدا بعض الجيوب التي تتواجد فيها ميليشيات الغران مثال المناير وغيرها، لكن كل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع الان تشهد استقرار وتشهد تعايش تام وتشهد يعني عمل مدني مستمر مع تكوين الاداره المدنيه بمبادره من اعيان ود مدني. الان توجد اداره مدنيه هي مسؤوله من العمل المدني في ولايه الجزيره، وهي التي تشرف على عمل الـ يعني تقديم الخدمات للمواطنين، وهي المسؤوله عن اي يعني عمل يتم في يعني داخل ولايه الجزيره. لذلك اؤكد لك تماما ان هذه البيانات ليس لها اي اساس من الصحه، بل هي بيانات ملفقه، وهي بيانات بعمل يعني كتائب ظلت تعمل منذ تحرير ولايه الجزيره من قبضه الفلول والكيزان، ويعني قوات الجيش ظلت هذه ساعود اليك بعد قليل الباشا طبيق، ولكن نعم سأعود إليك سيد طبيق بعد قليل، وضحت فكرتك، ولكن دعني فقط أذكرك أن بيانات اتهام قوات الدعم السريع بالسرقة والنهب في عدد مختلف من مناطق السودان التي سيطرتم عليها منذ بدء هذه الحرب لم تأتي فقط من الجهات المحلية والداخلية، ولكنها أتت أيضا من جهات دولية. سأترك تلك النقطة لديك وأذهب إلى الفريق فتح الرحمن محي الدين الذي يشاركنا هذا النقاش عبر الهاتف من ولاية نهر النيل، وأسألك الفريق فتح الرحمن، قوات الجيش هي الأخرى متهمة اليوم بقصف مستشفى في مدينة نيالة، مستشفى حكومي ومستشفى للولادة، هذا ما قاله بيان الدعم السريع. يعني هذه ليست المرة الأولى أيضا التي يوجه فيها هذا الاتهام لقوات الجيش. في البداية التحية لك والتحية للسادة متابعي الجزيرة مباشر، وأنا أقول لك يعني حقيقة كل الاتهامات التي تصدر في مواجهة القوات المسلحة تصدر من ميليشيا الدعم السريع، وليس من أي جهات محايدة وليس من أي جهات أخرى. القوات المسلحة لا يمكن أن تغصب المستشفيات، القوات المسلحة ظلت تصبر على الميليشيا وهي تحول المستشفيات إلى سكنات عسكرية، واضح ذلك في مستشفى الولادة في مدرمان، في مستشفى مدرمان العام، في مستشفى الخرطوم، في مستشفى الصدرية في الخرطوم. كل هذه المستشفيات تم تحويلها إلى سكنات عسكرية لشهور عدة. القوات المسلحة لم تتجرأ في أن تطلق عليها طلقة واحدة، باعتبار أن هذه المستشفى مهما حدث فيها ومهما تجمعت فيها من ميليشيا أيضا هي مستشفى ولا يجوز التعامل معها بالسلاح. فمليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية، مليشيا الدعم السريع هي تعمل على ترويع المواطن، تعمل على إفقار المواطن، وهذا عمل ممنهج. يستهدفون القرى الآمنة بعيد عن القوات المسلحة، يستهدفون المواطنين الأبرياء، يزعوا جاهدين الآن لإفشال الموسم الزراعي، يزعوا جاهدين الآن لإيقاف مشروع الجزيرة. ونحن نعم. في هذا الجدل
يعني منذ بدأت هذه الحرب، نسأل يعني مسؤولي الجيش أو القريبين منهم بخصوص انتهاكات الجيش، يقولون إنها اتهامات كاذبة من الدعم السريع. نسأل الدعم السريع يقول إنها اتهامات ومؤامرات من الجيش. أذكرك بأن اتهامات قصف الجيش لمناطق مأهولة بالمدنيين، مشافي، مدارس، هذه الاتهامات أيضا جاءت من جهات أممية ودولية. عزيزتي، لا يتم قصف أي مدارس، لا يتم قصف أي مستشفيات، فقط يتم قصف تجمعات الميليشيا المتمردة التي تعيد نفسها لترويع المواطن، تعيد نفسها لمهاجمة القرى الآمنة. متى ما ظهرت تجمعات مثل هذه الملايش يتم استهدافها والتعامل معها، سواء كان بالمدفعيات أو بالطيران أو بالقوات المشاة، ولكن لا يتم استهداف لأي مدرسة، لا يتم استهداف لأي مبنى كمستشفى، لا يتم استهداف أي مدنيين. وقد تحدث أخطاء، يعني أنا لا أقول لك أن العمل العسكري مبرر من الأخطاء، العمل العسكري قد تحدث فيه أخطاء، ولكن فرق كبير جدا بين أن يحدث هذا يعني الضرب عن نتيجة عن خطأ وأن يحدث هذا الضرب نتيجة عن تعمد. أتيت على ذكر هذه المسألة وقلت أخيرا بعد تأكيدات أن ذلك لا يحدث، أنه هناك بعض الأخطاء، لأن ذلك ما كنت سأقوله لك، أن هناك متحدثين أخر قالوا في تغطياتنا أن هذه أخطاء وقعت بسبب مثلا اضطرار الجيش لقصف بعض المناطق، ولكن الخطأ يقبل مرة مرتين، لكن لا يقبل على عاهلها هكذا، ولا يقبل بمدى مفتوح. إلى كم من الوقت سيستمر الجيش في تكرار هذا الخطأ؟ لا لا لا، لا ليس هنالك كم مفتوح، وليس هنالك أخطاء متكررة كثيرة. الأخطاء لو حصرناها نجدها على أصابع اليد ولا تزيد عن ذلك. أنا أؤكد لك يا عزيزتي، القوات المسلحة حريصة جدا على سلامة المواطن، والمواطن نفسه يطمئن للقوات المسلحة، بالدليل أن أي منطقة تطع أقدام هذه الميليشيا المتمردة يهرب منها المواطن إلى مناطق سيطرة الجيش. هذا يؤكد أن هذه الميليشيا هي التي تحارب المواطن، وهذه الميليشيا التي تعمل على إفغار المواطن وتعمل على تجويع المواطن. عزيزتي، هذه ميليشيا إرهابية، القوات المسلحة تؤدي واجبها الدستوري في حماية المواطن في مواجهة هذه الميليشيا المتمردة، والمواطن يقف سندا لقوات المسلحة داعما لها. الآن أكثر من 90% من الشعب السوداني، إن لم يكن 95%، يساند القوات المسلحة ويقف معها في وجه هذه الميليشيا المتمردة، وهذا يؤكد أن هذه الميليشيا هي الميليشيا التي تعمل على ترويع المواطن وتعمل على إفغار المواطن وتعمل على تنفيذ أجندات أجنبية للأسف تزعى من خلالها إلى تجويع السودانيين وإدخال السودان في حالة مجاعة، يعني لكي تفتح الحدود بقرارات من الأمم المتحدة لكي تدعم الميليشيا من جديد. فتح الرحمن التي تثقل الكاهل، فاسمح لي بالذهاب بها إلى ضيفي. سيد طبيق، أنتم ميليشيا وأنتم تمارسون الإرهاب، يهرب منكم المواطنون ومدعومين خارجيا وتنفذون أجندات خارجية، وأنتم أيضا تكذبون في اتهاماتكم بخصوص انتهاكات يقوم بها الجيش بقصف مناطق المدنيين. رد على ضيفي إذا سمحت لي. أولا أستاذ الكريمة، أنا أقول لجيشك، لماذا ظل الجيش يقتل المواطنين في جنوب السودان منذ العام 1985 حتى انفصال الجنوب؟ الجيش أباد أكثر من 2 مليون مواطن في جنوب السودان، الجيش أباد الآلاف من المواطنين في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق، الجيش يقتل في المواطنين منذ العام 2003 في إقليم دارفور أكثر من 400 ألف مواطن. هذا هو الجيش، جيش إرهابي، وكأننا أوشي يعني ليقاتل المواطنين. لم نسمع بهذا الجيش أنه يوما دافع عن حدود السودان أو دافع عن السودان. هذا الجيش ظل يقتل المواطنين منذ الاستغلال وحتى الآن. يا أستاذي الكريمة، أقول لك أن هذا القصف الذي الآن يستهدف المواطنين الأبرياء الأزل في كل المدن التي يسيطر عليها قوات الدعم السريع هو استهداف ومنهج للمواطنين وللبنية التحتية والتدمير بكل ممتلكات الشعب السوداني. هو يقول أن المواطنين يهربون من كل المواقع التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. أنا أقول له السبب الرئيسي لهروب المواطنين هو قصف الطيران. الطيران الذي يعني يقصف تجمعات المواطنين هو السبب الرئيسي لنزوح المواطنين وتهجير المواطنين من منازلهم. أقول له كل المواقع التي الآن تسيطر عليها قوات الدعم السريع تشهد استقرارا تاما وتشهد تعايش سلمي كبير، لكن أيدي الاستخبارات العسكرية كانت هي من تزرع الفتن بين القبائل. وأما بالنسبة
للحديث الذي تحدث عنه بأن قوات الدعم السريع تستعين بالأجانب، أنا أقول له أن الآن الجيش يستعين بالتجرائي، التجرائي المرتزقة المعارضين للحكومة الأثيوبية الذين يقاتلون الآن مع الجيش يعملون تحت قيادة العقيد ركن عباد الطاهر التابع للاستخبارات العسكرية، وموجودين الآن بين الحواتة والدندر. أول أمس يوم الجمعة حاولوا الهجوم على منطقة الدندر، ولكن قواتنا طاردتهم حتى المضارب واستلمت منهم عدد من العربات وعدد من الزي العسكري وعدد من المستندات والبطاقات العسكرية التي تثبت أن التجرائي المعارضين للحكومة الأثيوبية الآن يقاتلون مع الجيش. هم الآن يستعينون بالحرس الثوري الإيراني، ويستعينون الآن بالأوكرانيين، ويستعينون الآن يعني الأذربيجان الآن موجودين في وادي سيدنا. الجيش هو من ذهب إلى روسيا وطلب منها السلاح. هم الآن يعني يستعينون يعني بالدول أمثال إيران، الحرس الثوري الإيراني، وأمثال المعارضة طيب. القيادية، وأمثال المعارضة يعني الأثيوبية، كل هذه يعني الأعمال هي الآن تمارس ضد يعني الشعب أنت السوداني. أتيت هم الآن يحسبون تجمعات بتاريخ المواطنين دولة السودان يعني منذ نعم. سيد طبيق، أنت أتيت بتاريخ نعم. دولة السودان منذ وعينا عليها ومنذ عرفناها، تجاهلت في بعض النقاط أن الدعم السريع الذي كان يسمى سابقا الجنجويد هو أيضا شريك في عدد من الجرائم التي بموجب القانون الدولي وجهت إليكم فيها اتهامات كثيرة، وأنكم كنتم شركاء للجيش حتى المدى القريب، شاركتم في الانقلاب، شاركتم في فض اعتصام القيادة العامة، ولكن سأحمل كل الاتهامات التي ذكرتها أنت الآن إلى الفريق فتح الرحمن محي الدين. فريق فتح الرحمن يعني ناهيك عن كل الجرائم التي نسبها ضيفي إلى الجيش في الماضي، فهو الآن نسب إليكم تآمر والذهاب إلى روسيا ويعني الإتيان بقوات من الخارج لكي تحارب معكم في هذه الحرب أمام الدعم السريع. رد على ضيفي أيضا إذا سمحت لي. عزيزتي، القوات المسلحة لا تحتاج لمقاتل من خارج السودان، القوات المسلحة الآن تقاتل ويقاتل معها كل الشعب السوداني. الآن المستنفرين بعشرات الآلاف يحتشدون في الصفوف الأمامية مع القوات المسلحة، شباب سوداني خالص، ليس هنالك مرتزقة، ولكن هو يعلم يقينا أن المرتزقة الذين أتوا من غرب أفريقيا، كل عرب الشتات، الذين أتوا من ليبيا، حفتر، الذين أتوا من أثيوبيا، الذين أتوا من جنوب السودان، هؤلاء هم المرتزقة الذين تدفع إليهم دولة الإمارات وتغزو بهم السودان. وأنا أؤكد له أنهم يدخلون في محرقة، ونحن يعني بنوثق وهم يوثقون بأنفسهم يوميا في الاشتباكات، نجد أحباش بين القتلى، نجد جنوبيون بين القتلى، نجد عرب الشتات معظمهم بين القتلى، وليس هنالك سوداني أصيل يساند هذه الميليشيا المتمردة. هذه ميليشيا متمردة، حتى الجرائم التي يتحدث عنها في دارفور، محكمة الجنايات الدولية هي التي تتهم ميليشيا الدعم السريع التي كانت صحيح جزء من القوات المسلحة بارتكاب هذه الجرائم. إن كانت هنالك جرائم في دارفور في الفترة من قبل 2023، هذه الجرائم كلها ارتكبت بيد الدعم السريع، وهو كان ذراع من أزرع القوات المسلحة السودانية وليس كيانا آخر. لكن أنا أؤكد لك يا القوات المسلحة تؤدي واجبها الدستوري، تتواصل مع جميع دول العالم من أجل أن تجد من يسندها ويساندها في مواجهة هذا التآمر الدولي. هذا تآمر مسنود بقوة إقليمية ودولية كبير جدا، مصروف عليه بأموال طائلة جدا، فلا يمكن للقوات المسلحة منفردة أن تواجه كل هذا الغزو الأجنبي الكبير. وبالتالي هنالك أصدقاء للسودان، هنالك من يؤمن بحقية السودان في الحفاظ على أرضه وشعبه، ويساند القوات المسلحة من هذا المنطلق. والقوات المسلحة تسمي في يوم من الأيام كل الذين ساندوها، كل الأصدقاء الذين وقفوا معها في هذه المحنة. ولكن أؤكد لك أن هذه الميليشيا إلى زوال، حتى ولو استمر الدعم الأماراتي لهم، حتى ولو استمر استجلاب المرتزقة لهم، أؤكد لك أنهم الآن يضمحلون والآن يمضوا إلى زوال، وستنتصر القوات المسلحة قريبا إن شاء الله، وسنتعافى من هذا الدنس إن شاء الله. إذن هي اتهامات متبادلة منذ بدأت هذه الحرب، يكيلها كل طرف إلى الآخر، وطالما استمرت الحرب تستمر هذه الاتهامات وسيستمر هذا المشهد. شكرا جزيلا للفريق فتح الرحمن محي الدين الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من ولاية نهر النيل، وشكرا جزيلا كذلك للسيد الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع، كنت معنا عبر الانترنت من كامبالا، لكما جزيل الشكر.
أطلق رئيس حزب الأمة القومية بالسودان فضل الله برما ناصر ما سماه بنداء الواجب الوطني للتوحد من أجل وقف الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني وبناء المستقبل. وأكد برما في بيان حرص حزب الأمة القومية على العمل المشترك مع كل القوى المؤمنة بالسلام والرافضة للحرب لإعادة الأمن والاستقرار والتحول الديمقراطي في البلاد. كما وأشار إلى أن حرب 15 من إبريل أزهقت الأرواح وأفرزت تداعيات كارثية، موضحا أن المهمة التي لا تقبل التأجيل هي السعي لإيقاف الحرب فورا. سياسيا أيضا، قالت مصادر مطلعة للجزيرة مباشر إن القوى السياسية السودانية المشاركة للاجتماع التحضيري أو في الاجتماع التحضيري للحوار السياسي السوداني في أديس أبابا توافقت على حظر مشاركة حزب المؤتمر الوطني في العملية السياسية المستقبلية بالسودان. وأشارت المصادر إلى أن القوى السياسية السودانية توافقت أيضا على حظر مشاركة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جمعية من العملية السياسية المستقبلية في السودان. وتتواصل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ 10 يوليو الحالي وحتى 15 جلسات الاجتماع التحضيري للحوار السياسي السوداني الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي بمشاركة عدد من الكتل السياسية والأحزاب، فيما أعلنت كيانات أخرى مقاطعتها له. قال رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل تعليقا على قرار القوى السياسية المشاركة في اجتماعات أديس أبابا حظر المؤتمر الوطني من المشاركة في العملية السياسية، قال إن الحظر السياسي الذي لا يستند إلى حكم قضائي إجراء غير دستوري ومن صلاحيات المحكمة الدستورية إلغاؤه. وأشار الفاضل إلى أن وجود التيار الإسلامي الإخواني والسلفي في المجتمع السوداني حقيقة ولا يمكن حظره بقرار سياسي، مضيفا أنه من الأسلم ترك القرار للشعب السوداني من خلال صندوق الانتخابات. وأوضح رئيس حزب الأمة أن السودان يحتاج إلى مصالحة شاملة، متسائلا على ماذا الصراع وهناك أكثر من 10 مليون سوداني بين نازح ولاجئ والموت يفتك بعشرات الآلاف. وردا على هذه الأخبار، قال حزب المؤتمر الوطني المحلول في السودان في بيان حول توافق قوى سياسية في مؤتمر أديس أبابا على حظر مشاركة في العملية السياسية المستقبلية بالبلاد، قال إنه لا يستمد شرعيته من أي جهة سياسية ولا تستطيع أي جهة مهما بلغت مكانتها أن تحدد مكانته في الفعل السياسي. وأشار الحزب إلى أنه لا ينتظر أحزابا متواضعة لا تملك سندا جماهيريا ولا وزنا أن تؤمن عليه أو تمن عليه بالمشاركة السياسية، لأن مؤسسات الحزب هي التي تمتلك الحق في تحديد المشاركة من عدمها. وأكد حزب المؤتمر الوطني المحلول أن المشاركة في العملية السياسية بعد الحرب هو قفز على أمهات القضايا الكبرى والمهمة وحديث سابق لأوانه، وأنه يؤكد بجلاء ضيق أفق هذه القوى السياسية وعدم فهمها واستيعابها لطبيعة التحدي والأزمة التي تمر بها البلاد. وأشار الحزب إلى أن ما وصفها بالتصريحات الرعناء لا تتسق مع حاجة البلاد إلى توافق وتعاضد أبنائها، لا تنال من عزيمته السياسية ولا تؤثر على موقفه المبدئي لحسم المعركة وهزيمة ما وصفه بالتمرد وقطع الطريق أمام الأطماع الخارجية في البلاد. في السياق، قال المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة بالسودان معتصم أحمد صالح إن الاجتماع التحضيري للحوار السياسي السوداني في أديس أبابا وصل إلى خواتيمه وسط اتفاق كامل حول أجندة الحوار وأطرافه وزمانه ومكانه ودور المجتمع الدولي والإقليمي والجوانب الإجرائية له. وكشف معتصم أحمد صالح عن تشكيل لجنة خاصة لتلخيص وصياغة مخرجات الاجتماع التحضيري وكتابة البيان الختامي.
ونوه إلى أن الجلسة الختامية لفعاليات الاجتماع التحضيري للحوار السياسي السوداني ستكون يوم غد الاثنين بحضور كبير للمجتمع الدولي والإقليمي. لمناقشة هذه التطورات السياسية ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة مبارك أردول، عضو اللجنة السياسية بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، وينضم إلينا عبر الإنترنت من لندن عمار حمودة، الناطق باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي القيادي بتنسيقية تقدم، وينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ النذير القيادي بحزب المؤتمر الوطني السوداني. أرحب بضيوفي جميعا وأبدأ بك سيد أردول. سيد أردول، هذا البيان الذي خرج أو هذه الأخبار التي رشحت عن ذلك الاجتماع بحضر المؤتمر الوطني السوداني من المشاركة في الحياة السياسية أو العملية السياسية المستقبلية ما بعد وقف الحرب، ما هي تفاصيل ذلك وما هي الأسس التي بني عليها هذا القرار؟ طيب، مساء الخير عليك ومساء الخير على ضيوفك وعلى كل المشاهدين. بالحقيقة أنا موجود في أديس أبابا في المغرب الاتحاد الأفريقي وليس في القاهرة، فأنا مشارك في هذه الاجتماعات وحاضر للمناقشات، فلذلك أرجو التصحيح هذا الأمر. الشيء الثاني، نعم هذا التصحيح يعني سيد أرجو، أنت معنا من أديس أبابا، تفضل. نعم، من خلال المداولات التي يعني عقفنا عليها في الثلاثة أيام الماضية واليوم اليوم الرابع، وردت قضايا كثيرة تخص الحوار السياسي السوداني واستجابة للدعوة التي تفضل بها الاتحاد الأفريقي وكذلك الإيجاد. جلسنا لنجيب على أهم موضوعات أو القضايا المتعلقة بالتحضير، الحديث عن أطراف الحوار والحديث عن مواقيت الحوار وزمانه ومكانه وموضوعاته وغيرها. نعم، الآن نعكف على الجلسة الأخيرة، أعتقد الآن الجلسة منعقدة، خرجت للتو منها على صياغة البيان الختامي ولنخرج رؤية سياسية تجيب على هذه الأسئلة وكذلك بيان للمجتمعون لما اجتمعوا عليه وتوافقوا حوله خلال المداولات الماضية. نعم، من خلال المداولات صحيح ورد أمر المؤتمر الوطني، ولكن كنت أنتظر يعني من الأفضل أنه يخرج البيان الختامي نهائياً حتى بعدها يمكن التعليق، ولكن طالما الأمر أصبح الآن يعني في الميديا وتسرب إلى الفضاء والكل يتحدث وردود الأفعال بدأت، حتى اطلعت على بيان من حزب المؤتمر الوطني قبل قليل. نعم صحيح، هذا الأمر تم نقاشه، والنص الذي اتفقنا حوله أنه يتم الحظر لكل من ارتكب جرم وفق القانون وكذلك مجرمي الأول الذين وجهت لهم تهم من المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في الجرائم المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وكذلك من تم حظرهم وفق الوثيقة الدستورية. وضمنا هذا يعني مقصود به المؤتمر الوطني، ولكن نصا لم يذكر، فهذا هو النص الذي توافقنا حوله من خلال المداولات في الفترة الماضية. هل ذلك استجابة للضغوط التي مورست في بداية هذا الاجتماع من قبل قوى تقدم وعدد آخر من القوى التي رفضت المشاركة في هذا الاجتماع، وكانت هذه تحديدا هي حجتها الأساسية أن عناصر النظام السابق هي من تسيطر على تشكيل هذا الاجتماع؟ لا، ليس كذلك، وإنما يعني القوى السياسية المتواجدة هنا الآن يعني مختلف الطيف السياسي من أقصى اليمين لأقصى اليسار، وكذلك لشباب لجان مقاومة ومجموعات نسوية ومبادرات وكذا. يعني هذا هو النص التوفيق الذي توافقنا حوله، يعني التقدم ليست مشاركة ولا تستطيع أن تصدر أجندتها إلينا بالداخل، ولكن نحن التزمنا بالنص ما التزمنا به في الوثيقة الدستورية، والوثيقة الدستورية كانت هي مخرج أو كانت هي الوثيقة التي توافق حولها السودانيين بعد ثورة اقتلعت نظام المؤتمر الوطني. فإذا اقتلع النظام بواسطة الشعب فلذلك لا يمكن أن يعود بطريقة الحوار وجبوب ذلك في الوثيقة الدستورية. نحن ملتزمون أكثر بمبادئ ومقاصد وأهداف ثورة ديسمبر أكثر من تقدم نفسها، فلذلك لا يمكن أن يصدروا إلينا أجندتهم داخل القاعة. هم لديهم تحفظاتهم ولديهم ما يخصهم فيما يعني قضية الحوار، وهي ليست بجديدة علينا، ولكن هذا ما توافقنا عليه ونحن
نملك هذا القرار بكامل إرادتنا. نعم، إذا هذا قرار مستقل الإرادة. سأترك لضيفي بعد قليل الشيخ نذير يعلق على هذا القرار، ولكن أذهب إلى السيد عمار حمودة قبلا وأسأله. سيد عمار، يقولون أدي الجمل وادي الجمال، كنتم تعترضون على مشاركة الحزب المؤتمر الوطني أو النظام السابق في هذه الاجتماعات، وفي أي طيف سياسي يجمعكم بعدد آخر من القوى السياسية، هل يقدم لكم هذا القرار طمأنة كافية حتى تدخلوا في تلك الاتفاقات مستقبلا؟ طيب، مرحبا بك وبضيوفك وبالمشاهدين. تحية للشعب السوداني الصابر في محنته هذه، والذي طغى عليه تكاليف هذه الحرب العبثية وتحيط به الأزمات الإنسانية منها، والتي هي من صنع البشر أيضا. الموقف من الحرب هذه هو موقف من الثورة، وبالتالي المقصود بهذه الحرب وما تبعها من تبعات سياسية هو القضاء على الثورة، وتتجلى هذه النقطة بصورة أساسية في بحث إمكانية وجود عناصر من مؤتمر وطني محلول بأمر ثورة شعبية، الذين يجتمعون ثم يخلقون لجان لكي تنظر هل نحضر المؤتمر الوطني أم لا، نشير إليه بالاسم أم غيره. هؤلاء لم يعوا ما هي الثورة. الثورة كانت على النظام الذي أبيد، والذين هم يحاولون أن يرجعوه إلى الحياة، يعيدون عقارب الساعة إلى الوراء. هذا لن يحدث. الحديث عن المؤتمر الوطني بعد تضحية الشعب السوداني في ثورته واقتلاع النظام تعتبر شتيمة لثورة ديسمبر، وشتيمة للشعب السوداني الذي قرر هذا الأمر. وبالتالي الحديث عن عودة النظام المباد حديث يعني يخدش مشاعر السودانيين بعد إنجاز ثورتهم العظيمة. مسألة الوثيقة الدستورية وماذا نصت وماذا فعلت، الوثيقة الدستورية حينما يتحدث عليها مثلا أردول هكذا بفقه نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذه التي انقلب عليها برهان والذي كونت نظام انقلابي. فالحديث عن وثيقة دستورية هو ذر للرماد في العيون. في الوثيقة الدستورية الحرية والتغيير باسم دستوري وله كلمة وله قرار، وهذا ما انتهى بالانقلاب. حينما حدث الانقلاب لم يعد من المجدي الحديث عن وثيقة دستورية. هذه من الأمور التي يتم التلاعب بها بالألفاظ حتى الإيحاء للناس بأن هذه السلطة الموجودة بأمر الواقع إنما هي سلطة مستمرة لثورة ديسمبر. هذه كذبة بلقاء، ولا أعتقد أنها تفوت على فطنة أي من السودانيين. مسألة أخرى وهي تتعلق بموقف القوى الحرية والتغيير وقوى تقدم من مناقشة أو وجود مثل هذه الأمور ابتداء. الحوار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب هو حوار يكون لصالح الشعب السوداني، لا يمكن أن يكون طرف من أطراف الحرب موجود، أو الذين يريدون مواصلة الحرب أو هذا النهج المدمر للسودان يناقشون كذلك سلام السودان. ولذلك حينما جاء مثلا مؤتمر القاهرة كان تحت شعار مباشر، وهو معا لوقف الحرب في السودان، وليس لإشراك جهة ما أو للتقارب مع معسكر الحرب أو الداعمين للحرب. هذه حتما ليست من اهتمامات تقدم أن تتقارب مع أشخاص لا للحرب، وإنما تريد منهم أن يستجيبوا لصوت العقل وصوت السياسة في أن هذه الحرب يجب أن تقف، ثم بعد ذلك نخلص إلى عملية سياسية. هذا أمر واضح، ولكن أن يكون أحدهم يريد أن يتحدث عن حل سياسي وفي نفس الوقت هو يتحدث عن يعني مواصلة العمل العسكري وعدم وقف إطلاق النار، فهذا مما لا يمكن جمعه، وهذا شيء متناقض تماما. المسألة الأساسية الآن التي نعم. تهم الشعب السوداني سيد عمار ليست هي في مسألة حزب المؤتمر الوطني وغيره، بأن إنما أذهب إلى ضيفي الشيخ النذير.
سيد عمار ابقى معي واسمح لي بأن أستمع إلى رأي ضيفي الشيخ والنذير القيادي بحزب المؤتمر الوطني السوداني في هذا القرار وفي ما قاله ضيفي من لندن أيضا بخصوص أن عزل المؤتمر الوطني لم يكن حتى قرار لا أحزاب ولا غيرها، هو قرار ثورة شعب قامت لأجل قامت على النظام القديم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير قدر الله. تحية لأخونا مبارك الردول وأخونا عمار. أنا طبعا حقيقة يعني كلام أخونا مبارك واضح أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي، لكن واضح أنه هو جزء من القوى السياسية أن هذا القرار حيصدر إن شاء الله بإذن الله. وتحدث بوضوح عن القيادات التي أدينت، لم يتحدث عن حزب المؤتمر، ونحن نحمد هذا الكلام بالرغم أنه مثل هذا موضوع الذي ينوقش بحرمان أو أي قيادة أدين ليس هذا مكانه. شيء طبيعي عندما يتقدم الترشيح قانون الأحزاب وقانون الانتخابات شروطه أنه لا يكون قد أدين في جريمة تخل بالشرف والأمانة أو جريمة أخرى يعني. فما يعني الحكمة أو الهدف لمراجعة هذا الأمر إذا فعلا هم تجاوزوا حظر المؤتمر كحزب؟ وهذا يقول لنا محمدة إذا أنا مستكر هذا القرار الخاص بعز القيادات التي أدينت قرار حقيقة ما وقته ولا هم الجهة التي تملك مثل هذا القرار. شيء مؤسف، قوة سياسية تملك من الفهم وتملك من المقدرات والكسب السياسي لا تعرف كيف تناقش موضوع ومتى نناقشه، وهذا مؤسف جدا جدا يعني. أم هذا هو زر الرماد على العيون؟ عايزين نقول والله إحنا فعلا المؤتمر الوطني ذا إرضاء لقوة أخرى أيا كانت إحنا اتخذت ضد غراس. فأنا بفتكر الكلام ده أنه بالنسبة لك المؤتمر الوطني لا يساوي الحبر الذي كتب به. دي واحدة. الثانية، ولكنكم خرجتم ببيان ردا على ما تقول إنه لا يساوي الحبر الذي كتب به ولم يكتب حتى نعم. لحظة كما قال ضيفنا قبل قليل، ولكنكم خرجتم ببيان لا. قلتم فيه إنكم لا تستمدون تحدثنا وتمسكتم بالمشاركة وتمسكتم حتى بإنهاء الحرب على طريقتكم يا أستاذ. تحدثنا عن ما رشح بالحرف، وأخونا مبارك أردول جزء من القوى السياسية المشاركة أكد الكلام يعني بقى من خلال الأمر الواقع وليس القانون النهائي أنه تحدثوا عن حرمان بعض القيادة السياسية من الوطن الوطني. نحن دسع موضوعنا، لكن فليكن تحدثوا عن حزب المؤتمر الوطني. أنا ما يعني أنا بستغرب يعني قوة سياسية زي ما ذكرت لها الخبرة والمقدرة والمعرفة، كيف في قوة سياسية تحضر حزب سياسي يتساوى معه في كل الأحوال؟ طبعا ده لو تجاوزنا الوثيقة الدستورية كما قال أخونا عمار، وشي مؤسف أنه مبارك أردول يتكلم على الوثيقة الدستورية والذي كان معه مشاركة له فيها عمار تحدث قالت يصبح من الماضي، وهذه الحقيقة. فلماذا تريد يا أخونا مبارك أن تأخذ جزء من الوثيقة الدستورية وتترك أجزاء أخرى أو تتجاوزها؟ لماذا شكيلي بكالين؟ فليكن أنت أخذت هذا الأمر لهدف معين. يبدو أنني بحاجة إلى العودة مرة أخرى إلى السيد مبارك أردول. سيد مبارك أردول، لا لا معلش، لو سمحت حظر الحزب، لو سمحت يا أستاذ أديت الحزب أرضى قوى تقدم. اسمح لي سيد، لو سمحت يا أستاذ خليك من كلامي أنا تلك النقطة حتى يكون طيب. النقاش واضح بالنسبة للمشاهد. أوكي. أريد أن أعود إلى سيد مبارك أردول، لأن الأخبار التي رشحت تقول إنكم حضرتم حزب المؤتمر الوطني السوداني من المشاركة في العملية السياسية المستقبلية، والآن أنت قلت إنه لم يكن الحديث عن الحزب بشكل تسمية ولكنه كان عن كل ما ارتكب من ارتكب جرائم وغيرها. نريد أيضا مرة جديدة توضيح تلك النقطة. طبعا يعني من المستغرب انه عمار مع الشيخ النذير متفقين حول الوثيقه الدستوريه. انا اعتقد هما الاثنين محتاجين يتحسسوا موقعهم، يعني الخطا فين. عمار طبعا انا اتفهم انه هو يريد الوثيقه الدستوريه ولكن على طريقته، فهو يريد النص الذي يوجد في الوثيقه الدستوريه التي تتحدث عن ان الحريه والتغيير هي الجهه المدنيه الوحيده، وهذا النص الذي اختلفنا حوله وانقسمت الحرية والتغيير.
أما الشيخ نزير لا يريد الوثيقة الدستورية لأنها يعتبرها هي التي يعني ألقت الدستور الذي كان يحكم به نظام المؤتمر الوطني. أنا أتفهم ذلك، ولكن على كل الوثيقة الدستورية ما زالت قائمة، وما زال البرهان رئيس مجلس السيادة وفق الوثيقة الدستورية، وكذلك أعضاء مجلس السيادة ما زالوا مشاركين في ال 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 في الـ في الـ في الـ في الـ في الحكم في البلاد، وكذلك مسألة الحكم المختلفة نحكم بها ونحكم بها. ما ناقشناه اليوم يتعلق بال مشينا أكثر دقة بدل ما يكون الكلام معمم. طبعا حددنا من تمت وجهت لهم تهم وفق المحكمة الجرائم الحرب وجرائم ضد العبادة وجرائم الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وهذا لا يشمل المؤتمر الوطني وحده، وربما هي إشارة أيضا لبعض القوى التي ارتكبت جرائم حديثا سوف تتحدث لاحقا عن المشاركة السياسية. فنحن لم نضع هذا النص عبثا، وإنما يعني وضعناه نعلم ما نقصده. الشيء الثاني، النص الذي يتحدث عن الوثيقة الدستورية طبعا تم حظر فيها حزب المؤتمر الوطني، وهذا ما وضعناه، هذا كان يمثل تطلعات وآمال الشيخ النزير. يعني أنا أقول لك أنت يعني بالدارجة السودانية أنتم تمسكتم الشيخ النزير. سيد أردول، حتى يتضح هذا اللبس، إذا أنتم تمسكتم بتلك النقطة من الوثيقة الدستورية المتعلقة بحظر المؤتمر الوطني، وأضفتم عليها في هذا الاجتماع حظر كل من ارتكب جرائم حرب، ربما رغبة منكم في التأكد من عدم مشاركة الدعم السريع في العملية السياسية بطريقة ما أو بأخرى أو غيرها من الجهات. أريد أن أتكلم أكثر إذا سمحت لي في هذا الحرب. إذا هنالك شخص تم اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد العبادة، جرائم العبادة الجماعية وجرائم الجرائم ضد الإنسانية، فهو سوف يشمله هذا النص أيضا، لا يشمل من تم توجيه التهم إليهم، وإنما يشمل لاحقا أيضا من وجهت لهم التهم. وهذا حق، يعني حق عام لا يمكن للقوى السياسية أن تتنازل منه وكأنه حق خاص. من برأته المحكمة فليبرئ نفسه، وبعدها الناس سوف تنظر لهذا الأمر. نحن نتحدث عن روح ثورة يعني شاركنا فيها نحن واقتلعت النظام. فالآخر نزير، أنا أقول لك يا أخي أنتم محتاجون للمصالحة مع الشعب السوداني، لا نريد أن نمنحكم الوصايا. أنا اطلعت على بيانكم حقيقة، يعني لا أريد أن أعلق على بيانكم، لأنه إذا علقت على بيانكم فسوف نذهب إلى أماكن لا نريد أن نذهب إليها. فلكن أنتم محتاجون للمصالحة مع الشعب السوداني أولاً، ومحتاجون لمراجعة تجربتكم أولاً، وبعدها الناس كما تحدث بعض الناس اتفق معهم أن الشعب السوداني سوف يقرر في هذا الأمر. ولكن هذه العملية السياسية الآن مربوطة على قوى سياسية، إذا الشعب السوداني أثقت بثورة فلا يمكن لقوى سياسية أن تعيد هذا النظام بعملية سياسية. هذا هو النص الذي يعني موجود في طيب أريد أن أعود إلى ضيفي الشيخ النذير، فالنقطة الآن أكثر وضوحا. سيد النذير، أنتم محظورون بالأساس بموجب الوثيقة الدستورية وفقا لما يقوله ضيفي، وهم أبقوا على الوثيقة الدستورية، وبالتالي هو يؤكد على حظركم من المشاركة في العملية السياسية المستقبلية ما بعد وقف الحرب، وكذلك أيا من وجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم بحق المواطنين، حتى ذلك يشمل تقدم هي الأخرى وجهت إليها اتهامات، وبالتالي الأمر أصبح منوط بقرار القضاء والمحاكم التي ربما تضيف إليكم آخرين. والسؤال هنا، هذا يغير ما كنت تقوله قبل قليل؟ أنا حقيقة يعني بفتكر هذا الاجتماع زي ما قلت لا يساوي الحبر الذي كتب به، لأنه كلام مبارك واضح أنه بيتكلم عن حظر لحزب المؤتمر الوطني من خلال الوثيقة الدستورية التي تآكلت وزي ما بقول أصبحت من الماضي. والشيء المؤسف لما تتكلم عن وثيقة دستورية لا يمكن أن تطبق جزء وتترك الجزء الآخر. عشان كده أنت نفسك يا مبارك أردول نفسك أنت يعني قضيت على هذه الوثيقة بأنك تجاوزت كثير من مواد هذه الوثيقة، ومن باب أولى طالما أصلا في وثيقة وقعت بناء على ثورة كما تدعي أنت يجب أن تغير من تلك الثورة. التغيير تم من قوة معينة وأنت أحد تلك القوة. يعني يبقى إحنا بالنسبة لنا لا أتحدث عن حضور المؤتمر الوطني من خلال الوثيقة الدستورية، لأنه هذا أمر تجاوزناه.
وتحدثوا كثير حتى في القوة الحاكمة، بعضهم تحدث أنه يمكن أن يرجع لقانون 2000 دستور 2005 إذا نتجاوز هذه النقطة. فلنكن حديثنا في مخرجات أو ما رشح من تلك المخرجات كما ذكرت أنه حظر بعض القيادات التي بدينت سواء كان في المؤتمر وغيره، أتفق معك. لكن برضو أنا أتحدث، إذا أنت تملك من المغدرة السياسية أو تدعي ذلك يا أخونا مبارك، معروف بأن الانتخابات هو الذي يمنع ترشيح أي شخص ودين في جريمة، سواء كان هي جريمة شرف أمانة أو جرائم ضد الإنسانية. فلماذا نغاش هذا الموضوع في هذا المؤتمر ولا يقدم ولا يؤخر؟ نحن بالنسبة لنا كحزب نعلم جيدا أن القرار الذي يصدر بحزبه بحله كما حدث في الوثيقة الدستورية، ولنا فيها طعن في المحكمة الدستورية، والشيء المؤسف أن المحكمة الدستورية لم تنعقد حتى الآن. متى ما تكملت هياكل الحكومة سوف تكون محكمة دستورية، لحظة كمل كلامي، سوف تكون محكمة دستورية ونضعن، لأنه حقه يعلم أخونا مبارك وكل المشاهدين أن حل الأحزاب في السودان لا تحل سلطة تنفيذية ولا مجلس سيادة ولا قوة سياسية ولا سلطة قضائية. الحل فقط من حق رئيس مسجل التنظيمات الحزبية، لأن الحزب سجل بناء على استيفاء شروط معينة، حله يكون بسقوط أو بإضغاط تلك الشروط ويحل تلقائي أو يتحل من تلقاء نفسه. إذن إحنا بالنسبة لنا القرار في حد ذاته من قوة لا تملك إصداره من ناحية قانونية، لقوة سياسية ما زالت تتمتع في الشارع السوداني بالقبول. يمكن الثورة التي يدعونها ادعاء وليس حقيقة، نتيجة أن الثورة كانت ممكن تستمر سنين وتتمخض منها تجربة ديمقراطية بعد فترة كما حصل سابقا، لكنها لأنها أصبحت الثورة عاجزة، ثورة لا تربي طموحات الشعب السوداني، عشان كده حصل التغيير من أخونا برهان ومن أخواننا ناس أردول. يبقى إحنا بالنسبة لنا موضوع الثورة أصبح بالنسبة لنا من الماضي، فنتحدث عن مرحلة جديدة. في المرحلة الجديدة دي أن إحنا اليوم نتحدث عن وطن، عن وطن في مرحلة الضياع والناس يحملون السلاح. المؤتمر الوطني بكل كوادره نزل في القتال، واليوم هو من يدافع عن السودان. هذا كلام لأخونا عمار في لندن. اليوم الشعب السوداني يتقبل ويقبل بالشعب بين المؤتمر الوطني، عن الوطن. المقادير التي جرت في مياه النهر كانت كثيرة لدرجة أنكم لم تعودوا لا تعترفوا لا بالوثيقة الدستورية ولا بما كان قبل الحرب. أنتم تريدون تأسيس وضع جديد ما بعد الحرب. أريد أن أعود إليك سيد عمار. سيد عمار، قلت قبل قليل في حديثك أنكم ترفضون بالأساس الجلوس مع أي من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني، وهذا أمر محسوم بالنسبة لكم، وعبت على السيد مبارك أردول أيضا مسألة التمسك بالوثيقة الدستورية بهذه الطريقة. والسؤال ريح هو الآن طرف أصيل مشارك في هذه الحرب والطرف الثاني في هذه الحرب، ووجهت إليه الاتهامات محليا ودوليا بارتكاب جرائم حرب، ارتقت إلى جرائم حرب بحق المواطنين السودانيين. مرحبا مرة أخرى. ببساطة شديدة أنت إذا تتحدث عن أنه القوى السياسية من تقدم خاطبت الدعم السريع وخاطبت الجيش لإيقاف الحرب، هذه حقيقة، هذه مسألة نفخر بها أننا نخاطب هؤلاء المتحاربين لإيقاف الحرب، استجابة الدعم السريع. أنا لا أتحدث عن المخاطبات فقط للتوضيح سيد عمار، أنا أتحدث عن الإعلان الذي وقعتموه مع الدعم السريع والذي لم ينفذ منه شيء بالمناسبة حتى اللحظة. جميل. هذا الإعلان كان مطروحا أن ينفذ ويوقع مثله مع الجيش، لكن الجيش لم يأتي أو لم يستجيب أو لم يعرض الدعوة اهتماما. فهل في هذه الحالة تلام قوى الحرية والتغيير أو قوى تقدم من أنها من أن الجيش لم يستجب لهذا الأمر؟ ماذا لو كانت هناك وثيقتين موقعتين من الطرفين المتقاتلين؟ كان هذا سيكون شيئا جيدا. نحن قطعنا نصف المشوار ولم نقطع الآخر.
ليس تكاسلا منا ولا ليس ذلك سؤالي. أنا لما أسألك سيد عمار عن لماذا وقعتم مع الدعم السريع ولم توقعوا مع الجيش، هذا ليس سؤالي. سؤالي هو عندما تقولوا إنكم لن تجلسوا مع من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوداني، أعيدك لأنكم اتهمتم الجيش بارتكاب جرائم وجلستم مع الجيش وشاركتموه في لحظة من اللحظات عندما كنتم الحرية والتغيير المجلس المركزي، وحديثا في هذه الحرب، في خضم هذه الحرب قبل أشهر قليلة من الآن، بعدما وجهت جرائم حرب، تهم بجرائم حرب للدعم السريع، جلستم معه، وقعتم إعلان أديس أبابا وخرجتم للعلن بهذا الإعلان. لماذا لم تجلسوا لا تجلسوا مع الأطراف الأخرى التي تقولون إنها ارتكبت جرائم حرب لمصلحة الشعب السوداني؟ نحن مستعدون للجلوس معي مع الجيش إذا كنت هكذا تتحدثين. بالعكس، نحن طالبنا إنه نجلس مع الطرف الآخر حتى تكتمل الدائرة. نحن سياسيين لا نتحدث بلغة العسكر في الحروب وغيرها، نحن نريد أن تقف هذه الحرب، نحن الذين ندفع الثمن ببساطة. أنا لا أقول لك اذهب اجلس مع الجيش، أنت قلت ذلك الحديث في معرض رفضك للجلوس مع حزب المؤتمر الوطني السوداني، وقلت إنكم لن تجلسوا أنا لا جرائم بحق الشعب السوداني. والسؤال، إذا كان لديكم القدرة للجلوس مع الدعم السريع وهو متهم حتى هذه اللحظة بجرائم حرب ضد الشعب السوداني في التاريخ الحديث وعلى مرأى ومسمع من الجميع خلال العام ونصف العام الماضيين، فلماذا ليست لديكم القدرة المماثلة بالجلوس مع حزب المؤتمر الوطني السوداني الذي تتهمونه بإشعال الحرب وبالمسؤولية عن استمرارها؟ جميل، نحن نتحدث مع طرفين يتقاتلان على رؤوس الأشهاد، سواء كانوا هم ليس سياسيين، نحن لا نرى لهم برنامجا سياسيا، نحن سياسيين من مصلحتنا وقف الحرب، سنتحدث مع هؤلاء الذين يتقاتلون، نحن لا نرى لهم شرعية سياسية هؤلاء المتقاتلين على السلطة. من هنا تنبع مسألة أننا حينما نتحدث عن نظام سياسي مباد، ليس مباد بمسألة عسكرية، هذه مسألة سياسية، إنما الحديث عن وقف إطلاق نار، وقف الحرب، حتما سنتحدث عن الأطراف المتقاتلة وهي أطراف عسكرية، وليس لنا لها تصنيف سياسي بالمناسبة. هذا هو الخلط، أنت تتحدثين عن جهات نتحدث معها في الجانب العسكري عن الأمور العسكرية عن وقف الحرب، وجهات نتحدث معها على أنها نظام مباد سياسيا بثورة شعبية سلمية. هذا الأمر إذا لم يكن واضحا بهذه الطريقة سيكون هناك المزيد من الالتباس ومزيد من الأسئلة حول أنتم جلستم مع ذلك ولم تجلسوا مع هؤلاء. نحن الآن جلسنا مع الذين يتقاتلون، الذين لهم الآن جنود ويقاتلون، هؤلاء جلسنا معهم وطلبنا الجلوس معهم وسنجلس معهم حتى نوقف هذه الحرب. هذا الوسط لا يمكن أن يكون فيه فعل سياسي رشيد ما لم تقف الحرب. أما الحديث عن قوة سياسية سواء كانت تستغل الجانب العسكري أو تعتبره واجهة لها أو ذراع لها، هذا مما لا ينطلي على السودانيين مرة أخرى. هذه مسألة جربناها طوال 30 عاما غير مجدية لم تنفع. أريد أن أحمل ما تقوله وأعود مرة أخرى إلى سيد مبارك أردول وأسألك سيد مبارك أردول بخصوص ما يقوله تعليق على مبارك أردول. مبارك أردول يعتبر أن انقلاب البرهان هو امتداد للثورة، هذه مضحكة ومخجلة. الثورة التي جاءت بمدنيين زج بهم البرهان في السجن، وأردول كان ينادي بذلك ويفرح لذلك. يعني هذه الجملة واضحة، وبما أنني ذاهبة إلى السيد أردول فأردت أن أستمع إليها حتى لا يكون هناك مزيد من النقاط. سيد أردول، أنت استمعت بالتأكيد إلى ما قاله ضيفي فيما يتعلق بتعليقي على حديثك، ولكن سؤالي إليك، هذه نقطة في غاية الوجاهة. أنتم تجلسون الآن في أديس أبابا، تجتمعون لخمسة أيام، تناقشون ما بعد وقف الحرب، ولا آلية ولا طريقة لديكم، لا أنتم في أديس أبابا ولا ضيفي في لندن ولا تقدم ولا المؤتمر الوطني، لا أحد لديه في هذه اللحظة المقدرة بعد عشرات الاجتماعات على وقف الحرب بعد عام ونصف. حقيقة هذا سؤال مهم جدا، يعني التي هذا السؤال الذي تطرحينه. يعني القوة السياسية يعني بطبعها قوة مدنية إلا ما ندر، يعني فليس لديها يعني مش الإرادة، وإنما ليس لديها
وسائل الضغط الكافية أو القرار النهائي الذي يمكن أن تتخذه لإنهاء الحرب، ولكن يمكنها أن توفر المناخ ووسائل الضغط الداخلية والخارجية حتى يتخذ القرار صاحب القرار. يعني القوة التي يعني التي نحن معها مثلا في معسكر دعم مؤسسات الدولة ودعم القوات المسلحة، يمكن هذه القوة أن تجعل مسألة السلام أولوية، وهي لم تبتدر الحرب كما تعلمين، وإنما تم الهجوم علينا في بيوتنا، يمكن أن تمارس ما 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 يمكن أن تفعله من حديث واتصالات واجتماعات وكذا مختلفة حتى تنهي هذه الحرب نهاية مشرفة وتنهي معاناة الشعب السوداني. وهذا يمكن أن يتم بالشكل الداخلي وكذلك بالمشاركة في المنابر الخارجية. عدد كبير من القوى حتى لا إذا لم أسميها تحاول أن تصف أو توصف القوى التي انحازت للقوات المسلحة بأنها قوى للحرب، وبأنها يعني قوة ترفض وقف الحرب وهكذا، وتزايد بهذا الأمر في المنابر الدولية. ولكن عندما حضرنا بشكل جدي إلى المنابر التي يمكن أن تساهم في وقف الحرب لم نجدهم موجودين، وتعذروا بأعذار لا ترتقي في بالنسبة لي، يعني لا ترتقي بالنسبة لي إلى حجم الأزمة والكارثة التي يعيشها الشعب السوداني، والتي يرجوها الإخوة والأشقاء في الإقليم أن تنهي الحرب في السودان بشكل سريع وكذلك على العالم. سيد أردول، أريد أن أنقل هذا السؤال إذا سمحت لي، وأريد إجابات سريعة من ضيوفي إذا سمحتم لي أيضا حتى نتمكن من رأب هذا الحوار ولملمته. سيد الشيخ النذير، إذا كان ثمن وقف الحرب في السودان ووقف الويلات التي يعانيها المواطن السوداني، 25 مليون مواطن سوداني يعانون الجوع، عشرات وآلاف القتلى والمشردين، إذا كان ثمن وقف الحرب والمضي قدما بمستقبل السودان وإنقاذ الوطن هو تخلي المؤتمر الوطني عن المشاركة في الحياة السياسية والدخول في عملية عدالة انتقالية، هل تقبلون؟ أولا طبعا هو سؤال يعني افتراضي غير سليم، لأن الحرب أساسا هي نعم خذني على قد عقلي زي ما بنقول سيد الشيخ النذير، وقل لي إذا كان هذا هو الثمن. فاهم كلامي. ما هو إذا كان الثمن ثمن رخيص جدا جدا لإنهاء الحرب، نحن بالنسبة لنا يعني من القوى السياسية التي تؤمن من إيمان خاطئ أن الحرب هي حالة استثنائية والسلم هو الأساس، ونفهم ونقدر معاناة شعبنا ونحن جزء من نقبل إذا كان أنه ثمن إيقاف الحرب أنه نحن نوافق على ذلك، لكن إيقاف الحرب بمعنى ماذا؟ ده السؤال هنا. ابقى معي، لا أريد لكن ضايف. اسمح لي لا أريد لكن لا وأريد أن أذهب إلى ضيفي من تقدم، لا اسمح لي لا أريد لكن أنتم تقبلون إذا كان، وقلت إنه ثمن بخس. سيد عمار، إذا كان ثمن وقف الحرب وإنقاذ السودان من الضياع وإطعام 25 مليون سوداني على حافة الجوع يموتون من الجوع والمضي قدما بمستقبل السودان، هو القبول بالجلوس مع المؤتمر الوطني السوداني والدخول في عملية عدالة انتقالية والقبول به شريك في الوطن بما أنه موجود بالأساس، هل تقبلون؟ أنت السؤال الافتراضي هو أن حزب المؤتمر الوطني هو حزب عادي وطبيعي مثله مثل بقية الأحزاب، هذا افتراض خاطئ. وحزب المؤتمر الوطني حزب محلول بأمر الشعب. لماذا أنت الآن تفترضي هذا السؤال فرضا على أهل السودان؟ سيد عمار، أنا أهل السودان يعانون من المؤتمر يسأل الوطني الآن، لأنه في عرف العمليات السياسية لإنقاذ البلدان لابد من تقديم تنازلات، وسؤالي إليك واضح وبسيط، بكل إرث المؤتمر الوطني السوداني، بكل ما أخذكم عليه، بكل شيء، بكل هذه الاتهامات، إذا كان الثمن لإنقاذ السودان هو الجلوس مع المؤتمر الوطني السوداني والقبول به كشريك في الوطن بعد حساب ومحاسبة وتطبيق كل أدوات العدالة الانتقالية، هل تقبلون؟ شوف، نحن قبلنا بأن نواجه المؤتمر الوطني سياسيا وحزمناه سياسيا وسنهزمه سياسيا، نحن نريد لهذه الحرب أن تنتهي. مسألة اشتراط أن تنتهي الحرب بقبول المؤتمر الوطني، هذا معناه أن يستمر المؤتمر الوطني حزبا عسكريا وسياسيا ومتنفذا، هذا هو معنى السؤال. أما
وجود المؤتمر الوطني كحزب. سيد عمار، سؤالي واضح لا يحتاج إلى تأويل، سؤالي واضح. ذكرت لك كلمة العدالة الانتقالية واسعة وطويلة، وذكرت لك أن ذلك ثمن إنقاذ السودان، وهو مسألة أنتم ترددونها طوال الوقت، مسألة طيف وطني سوداني واسع، وقالها أردل ويقولها الجميع. هل ستقبلون بذلك؟ نحن وراء على ما تقوله لي أنت الآن. نحن مع هذا الشعب السوداني في ثورته وفي امتداد ثورته، فإذا كان الثمن هو أن نرجع المؤتمر الوطني ونتنازل عن الثورة، أنا أعتقد أن هذا مسألة عكس الذهاب في طبيعة الزمن، عكس لعقارب الساعة. أنت بسؤالك هذا تفترضي أننا ماذا لو تخلينا عن ثورة السودان مقابل أن يواصل المؤتمر الوطني في حكمه؟ هذا هو السؤال الذي أنت تقولين به. أنا أقول لك أن هذا الافتراض هو عكس لإرادة الشعب ماذا السوداني. ماذا إن تخلينا عن ثورة السودان مقابل أن نتخلى عن السودان؟ ربما يكون هذا سؤال أنت بحاجة أو نحن جميعا بحاجة للتفكير فيه. وانتهى وقتي، وضحت إجابتك، وضحت إجابة ضيوف الآخرين. شكرا جزيلا أو جزيلا السيد الشيخ النذير القيادي بحزب المؤتمر الوطني السوداني، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا السيد عمار حمودة الناطق باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي والقيادي بتنسيقية تقدم، كنت معنا كذلك عبر الإنترنت من لندن. وشكرا جزيلا السيد مبارك أردول، كنت معنا عبر الإنترنت من أديس أبابا، عضو اللجنة السياسية بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. لكم جميعا جزيل الشكر. مشاهدينا، نهاية هذا الجزء من التغطية لتطورات الأحداث في السودان، ويمكنكم دائما متابعة آخر التطورات عبر موقع الجزيرة المباشر وصفحة الجزيرة المباشر السودان على مواقع التواصل الاجتماعي. لكم تحياتي، أنا حياة اليماني، دمتم في أمان الله وحفظه.